على فخور هذا الانتصار، والانتصار الاكبر هو هذه الجائزه لجال الجماهير المغربيه اخوتي اللي جاوا معايا للكابون، وكندعو هاد المشجعين هما لهم الفخر ولهم الاعتزاز، وهاد النزاهه التاليه تاهي نفتخر بها وتنفتخر بجميع المغاربه في المغرب خارج المغرب، وكنقول عاش الملك وعاش محمد السادس، وتنشجع المغاربه اللي قاموا بمباراه جيده بمعنى الكلمه جيده بالانتصار ديالهم وبالمحبه ديالهم.